أهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره الأرجنتيني موريسيو ماكري، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. اندلعت معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية في جبهة الضباب غرب مدينة تعز، وقال مصدر ميداني إن المعارك ترافقت مع سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء سقطن بفعل القصف العشوائي والألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا. وقال المصدر إن المواجهات بين قوات الجيش والإنقلابيين تركزت في محيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم إثر تسلل للميليشيا أجبرت عقبها على التراجع والفرار. وفي تبت الخلوة شهدت المواقع الأمامية ومواجهات عنيفة بين الطرفين، إضافة إلى تجدد الاشتباكات في تبتي الخلوة والصياح ومناطق بحذران غرب المدينة. وشن طيران التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع وآليات وتعزيزات لميليشيا الانقلاب في منطقة البرح ومنطقة مقبنة ومفرق موزع وفي الهامل والوازعية، نتج عنها مقتل عدد من عناصر الميليشيا بينهم قائد ميداني. قتل قيادي من الميليشيا الانقلابية بنيران الجيش الوطني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب. وقالت مصادر إعلامية إن القيادي الحوثي أبو حيدرة قتل بنيران الجيش الوطني شمال غرب صرواح. وفي مدينة مأرب قتل 4 وأصيب آخر بجروح بقصف صاروخي للميليشيا الإنقلابية استهدف أحياء سكنية في المدينة. وذكر المصدر أن مسلح الميليشيا أطلقوا مقذوفا صاروخيا تسبب في قتل 4 مدنيين وإصابة آخر بجروح. شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة. وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات استهدفت بغارتين مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية في منطقة المعيقيب بمديرية عسيلان، مشيرة إلى أن الغارتين أسفرتا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف الميليشيا الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير طقمين عسكريين. اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرق صنعاء. وأوضح المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد عبدالله الأشرف إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع تابعة للانقلابيين شمال شرق معسكر حام، لافتا إلى أن معارك عنيفة اندلعت في المنطقة في ظل تقدم الجيش الوطني، وتمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على عدة مواقع في جبال حام ومنها جبل العنبر وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيا والتي خلفت جثث قتلاها وراءها. هذا وأوضحت المصادر أن 17 مسلحا من عناصر الميليشيا قتلوا وأصيب 12 آخرين بينهم قيادي في المعارك الدائرة في جبهة حام. انتهى الموجز، إلى اللقاء.